وأقدم عمرو بن خالد الصيداوي ومولاه سعد ومعهما جنادة بن الحرث السلماني ومجمع بن عبد الله العائذي بأسيافهم على الناس وأخذوا يتوغلون في الجيش ويضربون فيهم بسيوفهم حتى قطعهم العدو عن أصحابهم وأحاطوا بهم من كل جانب فلما رأى الحسين عليه السلام ذلك أرسل إليهم أخاه وأبا الفضل العباس عليه السلام فحمل على القوم وحده يضرب فيهم بسيفه قدما قدما حتى خلص لأصحابه واستنقذهم من الجيش. وأثناء رجوعهم دنا الأعداء منهم وشدوا عليهم فأقبل الأبطال بقوتهم وبأسهم رغم جراحاتهم والعباس يدافع عنهم وما زالوا يقاتلون حتى استشهدوا في مكان واحد فترحم الحسين عليه السلام عليهم وبينما هم كذلك إذ صرخ عمرو بن الحجاج الزبيدي في أصحابه يا أهل الكوفة يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا ولا تخافوا في قتل من مرق على الدين وخالف إمام الحق ويلك يا ابن الحجاج أعلي تحرض الناس أنحن مرقنا عن الدين وأنتم ثبتتم عليه أما والله لتعلمن أينا المارق عن الدين ومن هو أولى بصلي النار فغضب اللعين الزبيدي وحمله وجمعه على ميمنة الحسين عليه السلام فصدهم الأنصار وصاروا يدافعون عن ريحانة رسول الله وما هي إلا لحظات حتى واجههم الهزبري الأسدي لوحده مسلم بن عوسجة تسألوا عني فإني ذو لبد وإن بيتي في ذرى بني أسد فمن بغاني حائدا عن الرجل وكافر بدين جبار غمد وجعل يقاتلهم ويصدهم عن سبط رسول الله وبينما هو يقاتل إذ شد عليه مسلم بن عبد الله الطبابي وعبد الرحمن البجلي فثارت شدة الجلاد بينهم غبرة عظيمة ومن قشعت الغبرة إلا ومسلم صريح أيوا مسلما وأسرع إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر فوافياه وبه رمق فقال الحسين عليه السلام رحمك الله يا مسلم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يعز علي والله مصرعك يا مسلم فأبشر بالجنة بشرك الله بخير لولا أعلم إني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك أوصيك بهذا الرجل قاتل دونه حتى تموت
السلام على مسلم بن عوسجة القائل للحسين عليه السلام وقد أذن لهم في الانصراف. أنحن نخلي عن وبمن اعتذر عند الله من أداء حقك؟ لا والله، حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي. ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك حتى أموت معك، وكنت أول من شرى نفسه وأول شهيد شكر الله استقدامك ومواساتك إمامك. وأقبل شيخ بدر وأحد: أنس بن الحرث الكاهلي الأسدي أقبل يستأذن من أبي الضيم، فأعطي الرخصة فجعل يشد وسطه بعمامته، ثم دعا بعصابة فعصب بها حاجبيه ورفعهما عن عينيه، والحسين عليه السلام ينظر إليه ويبكي. شكر الله سعيك يا شيخ. وتقدم الشيخ نحو صفوف الأعداء حاملا سيفه البدري مناديا: قد علمت كاهلها ودودان والخندفيون وقيس عيلان بأن قومي آفة للأقران، لدى الوغى وسادة للفرسان، آل علي شيعة للرحمن، وآل حرب شيعة للشيطان. ولم يزل الكاهلي يذيقهم ضرباته الأحدية ويجندلهم بطعناته البدرية ويقاتلهم قتال ذي لبد، ولكن اعترضت الصفوف وأقبلت عليه الألوف. فلم يرحموا شيبته فتحزبوا عليه، ولم يتركوا حتى خضبوا شعره الأبيض بدمه الطاهر. السلام على أنس بن كاهل الأسدي، أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء ومهد لكم الوطاء وأجزل لكم العطاء، وكنتم عن الحق غير بطاء، وأنتم لنا فرطاء، ونحن لكم خلطاء في دار البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما إن رأى مولى الحسين أسلم بن عمرو التركي القتال وقد احتدم، حتى استأذن من مولاه فأعطاه الإذن. فأقبل أسلم على القوم بجسمه العاري مرتجزا: البحر من طعني وضربي يصدع،
يبطلي والجوف من سهمي ونبلي يمتلي إذا حسامي في يميني ينتلي ينشق قلب الحاسد المنبجل. ولم يزل التركي يقاتل حتى قتل من القوم جماعة كثيرة، ولكن ما لبث أن تعاطف عليه الجيش فخر صريعا، أيوة مصيبة. فمشى الحسين عليه السلام لمصرعه وأدركه وبه رمى، فجعل أسلم يومئ للإمام، فانحنى عليه الحسين حتى وضع خده على خده، فبكى أسلم وقال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي؟ وفاضت الروح الطاهرة لبارئها. وعندها ضرب الحسين عليه السلام بيده على لحيته وجعل يقول: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على أمة اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. وظل الحال في القتال هكذا بين قتيل وشهيد حتى وقت الزوال، وقد قتل من أصحاب الحسين عليه السلام 50 شهيدا. وعندها جاء أبو ثمامة الصائدي للإمام وقال: يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها معك. ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها، سلوا هؤلاء القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي لربنا. فسألهم أصحاب الحسين عليه السلام: يا قوم ألا تكف عنا حتى نصلي؟ ولكن القوم كانوا مصرين على انتهاك حرمات رسول الله إذ لم يمهلوهم حتى وقت الصلاة. عندها قال عليه السلام: ويلك يا ابن سعد، أنسيت شرائع الإسلام؟ اقصر عن الحرب حتى نصلي وتصلوا، ثم نعود إلى ما كنا فيه. فاستحى ابن سعد أن يجيبه، فأجابه الحصيد بن نمير: صلي يا حسين ما بدا لك، فإن الله لا يقبل صلاتك. أزعمت إنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا ابن الخمارة؟ فاستشاط اللعين غضبا وحمل على الليث الهمام: دونك ضرب السيف يا حبيب، وافاك ليث بطل نجيب، في كفه مهند قضيب، كأنه من لمعه حليب. وحمل عليه حبيب ابن مظاهر، وأثناء القتال بينهما باغته بالسيف بضربة على وجه فرسه،
فشبت به وألقته على الأرض، وحمل أصحابه على الليث الأبي واستنقذوه منه، وأخذ حبيب يحمل فيهم ليختطفهم. اقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتموا أكتادا يا شر قوما حسبا وعادا. وما إن تراجعوا حتى عاد الحبيب لحبيبه يستودعه. وما إن توادعا حتى رجع الشيخ الفارس إلى ساح الوغى. أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، والله أعلى حجة وأظهر، وفيكم نار الجحيم تسعر. ولا زال يقاتلهم بكل بسالة وقوة، ويكثر فيهم القتلى مرة بالطعن وأخرى بالضار، ولا يثنيه عن ولائه شيء، وليس له سوى الجنة مطلبا، حتى أعياه التعب وأنهكته الجراحات. وإذا ببديل بن صريم قد جاء فاتحا باعا، فضربه بسيفه أيوا حبيبا، وحمل عليه آخر بالرمح فطعنه في خاصرته، فمال إلى جنبه، ولما أراد أن يقوم ضربه الحسين بسيفه على رأسه. وحبيبا وسيدا، فخر صريعا وهو يقول: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. فأقبل عليه التميمي واحتز رأسه: أيوا مصيبتا، فهد مقتله الحسين عليه السلام، وأقبل إليه مسرعا ووقف عنده وقد بان الانكسار عليه. عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قتل والله أسد من آساد الله يذب عن حرم رسول الله. رحمك الله، فلقد كنت عابدا ناصحا لله ولرسوله، ولله درك يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. ورجع عليه السلام مكسور الفؤاد لفقد الحبيب، فبكى عليه السلام وأبكى معه صحبه الأوفياء. وما إن عاد حتى أمر الحجاج بن مسروق الجعفي أن يرفع الآذى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هو الإمام قد تجهز للصلاة، ولكن القوم كانوا يحركون غوائل مكرهم ويبيتون نواياهم ويستعدون لانتهاك حرمات الله. ألا لعنة الله على الظالمين، فلله درك يا مولاي، كيف صبرت مع هؤلاء القوم الذين لا يعرفون من الإسلام سوى اسمه؟ وأخذ عليه السلام يرتب أصحابه للصلاة، فقال لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي: تقدم أيها الوفيان أمامي حتى أصلي،
فتقدم أمامه في نحو نصف من أصحابه حتى يصلي بهم صلاة الخوف، لأن الأعداء كانوا ينهون مهاجمتهم عند الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن سعد، إنها فرصة في الهجوم على الحسين، فهو مشغول بصلاته، وننهي هذا الأمر الآن. وياك يا شمر، أتريد أن أقاتله وهو يصلي؟ أيها الرماة، هيا تحركوا. أطلقوا السهام. وها هم الأعداء قد أخذوا يرشقون الحسين عليه السلام وأصحابه بالنبال، ولكن الأنصار الأوفياء كانوا يدافعون عن ريحانة رسول الله. فها هو سعيد بن عبد الله الحنفي يترصد كل سهم، فصار يواجه السهام عن قرة عين الرسول، مرة بكفه، مرة بوجهه، مرة بجبينه، وأخرى بنحره، حتى سقط وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت بذلك نصرة ذرية نبيك صلواتك عليه وآله. ولما انفتن الحسين عليه السلام من صلاته نظر إليه وبكى، فقال سعيد: سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، أوفيت يا ابن رسول الله؟ بلى والله، أنت أمامي في الجنة. السلام على سعيد بن عبد الله الحنفي القائل للحسين عليه السلام وقد أذن له في الانصراف: لا والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك، والله لو أعلم أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. يا كرام، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وزينت قصورها وتألفت ولدانها وحورها، وهذا جدي رسول الله والشهداء الذين قتلوا وأبي وأمي وأخي يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم وهم مشتاقون إليكم، فحاموا عن دين الله وذبوا عن حرم رسول الله. فأخذ القوم يتسابقون للمنايا واحدا تلو الآخر، فكان ممن خرج زهير بن القين البجلي، إذ تقدم نحو الحسين عليه السلام مستأذنا، فوضع يده على منكب الإمام وتمثل قائلا: أقدم حسينا هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي محمدا والمرتضى عليا،
وذو الجناحين الفتى الكميا، والله صيرني وليا في حبكم أقاتل الدعيا. السلام عليك يا أبا عبد الله، عرف الله بيننا وبينك في الجنة وبين محمد وآل محمد. آمين آمين. وما إن أذن له الإمام عليه السلام حتى اشتدت عزيمته وجرت الدماء في عروقه، وتقدم بكل بأسه مسلطا سيفه رافعا صوته: ألا زهير بن القين وفي يميني صارم الحدين، حدودكم بالسيف دون الحسين، ابن علي طاهر الجدين. وقاتل قتال الأسد الباسيل، وبالغ في الصبر على الخطب النازل، ولكن حان حينه وقرب أجله، فبينما هو يجاهد إذ شد عليه كثير بن عبد الله الصعبي والمهاجر بن أوس، فثارت لشدة القتال بينهم غبرة، ومن قشعت الغبرة إلا وزهير قتيل صريح. لا يبعدنك الله يا زهير من رحمته، ولعن الله قاتلي، لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. لا يبعدنك الله من رجلي وعظ العدا بالواحد الأحد، ثم انثنى نحو الخميس فما أبقى لدفع الضيم من أحد. وشهد نافع بن هلال الجملي ما جرى، فاستأذن الحسين عليه السلام، ثم اتجه صوب القوم وأخذ يرمي بسهامه المعلمة باسمه نحو أعداء الله: أرمي بها معلمة أفواقها، مسمومة تجري بها أخفاقها، ليملأن أرضها رشاقها، والنفس لا ينفعها إشفاقها، إذا المنايا حسرت عن ساقها، لن يثنها إلا الذي ساقها. ولم يزل يرميهم حتى فنيت نباله، فضرب على قائم سيفه فاستله، وأقبل على القوم مرتجزا: أنا الغلام اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي، إن اقتل اليوم فهذا أملي، فذاك رأيي وألاقي عملي. فوثبوا عليه بالحجارة والسيوف حتى كسروا عضده وأسروه، فأمسكه الشامر لعنه الله، وجاء به إلى عمر بن سعد. ويهك يا نافع، ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ والله ما صنعت إلا خيرا. ما ترى ما حل بك؟ والله لقد قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرح، وما ألوم نفسي على الجرح، ولو بقيت لي عظم لما أسرتموني أبدا.
اقتله أصلحك الله. أنت جئت بي يا شم، فإن شئت فاقتل. لك ذلك أيها الأمير. أما والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا، فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه. ولكن لم يفد الوعيد والوعظ فيه، فاستل سيفه وقدم نافعا وقتله. أيوا نافعا وسيدا. السلام على نافع ابن هلال ابن نافع الجملي. السلام عليك يوم وليت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. وأقبل عابس بن شبيب الشاكري إلى الإمام الحسين عليه السلام مستأذنا: يا أبا عبد الله، والله ما أمس على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منه، ولو قدر على أن أدفع الضيم والقتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد إني على هداك وهدى أبيك علي بن أبي طالب والسلام. وبعد أن أذن له الإمام عليه السلام مشى البطل المغوار نحو ساحة المعركة مصلتا سيفه، وبه ضربة على جبينه من يوم صفين. فلما رآه الربيع بن تميم صاح في أصحابه: أيها الناس، أيها الناس، هذا أسد من الأسود، هذا ابن شبيب الشاكري، لا يبرز إليه أحد منكم. فأحجم القوم عن ملاقاته وارتعدت فرائصهم خوفا، وابن شبيب وسط الميدان ينادي: ألا رجل، ألا رجل، ألا رجل، هل من مبارز؟ ويحكم، ويحكم، ارضخوه بالحجارة. ومصيبة ورموه بالحجارة من كل جانب، فألقى الشاكري درعه ومغفره وشد على الناس، ومولاه شوذب من خلفه يحمي ظهره، وإذا بسيف غادر فقتل شوذب. أيوا فجيعة. وبقي عابس يشد على القوم، لا يضرب فارسا إلا قده، حتى أثخنوه بالجراح من ضرب السيوف وطعن الرماح ورمي السهام وردخ الحجارة. ثم تكاثروا عليه فصرعوا وحسوا رأسه. أيوا السيدة. وأقبل الملاعين برأس عابس إلى عمر بن سعد، كل منهم يدعي قتله، فقال لهم ابن سعد: لا تختصموا في قتل عابس، فهذا لا يقتله رجل واحد، بل كلكم شاركتم في قتله. وما إن رأى جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري كثرة القتلى حتى حدثته نفسه بالشهادة،
فجاء إلى ابن بنت رسول الله مستأذنا، فأجابه الحسين عليه السلام: يا جو، إنما تبعتنا لطلب العافية، فأنت في حل مني. فوقع جون على قدمي أبي عبد الله يقبلهما ويقول: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وعند الشدائد أخذ لكم، والله إن لوني لأسود، وإن حسبي للئيم، وإن ريحي لنتن، فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني، فلا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دماءكم يا ابن رسول الله. فأذن له الحسين عليه السلام، فاستبشر فرحا وأقبل على القوم مستصغرا شأنهم مرتجزا: كيف ترى الفجار ضرب الأسود بالمشرفي والقنا المسدد، يدب عن آل النبي أحمد، يدب عنهم باللسان واليد، يرجو بذاك الجنة يوم المورد. يتنافسون على المنية بينهم، فكأنما هي غادة معطار، يتسابقون إلى الكفاح ثيابهم فيها وعمتهم قنايان وشفار، فقاتل قتال الأسد الباسل، وبالغ في الصبر على الخطب النازل، ولكن حان حينه وقرب أجله، فبينما هو يجاهد إذ احتوشته القوم وما افترقوا عنه إلا وهو قتيل. أيوا مصيبة. وما هي إلا لحظات، وإذا بالحسين عليه السلام واقفا على مصرعه باكيا: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه، واحشره مع الشهداء في الجنة، وعرف بينه وبين محمد وآل محمد. خليلي يا ماذا في ثرى الطف فانظرا، أجونة طيب تبعث المسك أم جون، ومن ذا الذي يدعو الحسين لأجله، أذلك جاون أم قرابته عون، لئن كان عبدا قبله فلقد زكى نجار وطاب الريح وازدهر الليل.